هيك من راح الحجين واعطي البونية. اي هاك اعطي البونية. بسم الله على بركة الله. السلام عليكم، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله نحبكم على خير وبخير. وهالصباح انا راني فرحانة بزاف بزاف، العروسة ولدي جات وما قدي فرحة، والفرحة كبلت عليها اني حجين محمد. انسى قلتي هو كيعيش وياه. ها هو بغى انا وانا ولادي تاني والله الا صبحت راني عجين ما بغاش. صبحت متكت كصراحة، والمرض ديالو عيانة الله يرضى عليهم، ودابا قلت له والو ها عجين وخا المهم غدا ان شاء الله ولا عشيه ونعجن الفران الفرما. ودابا قلت له عجين ما تجيبها قصحه، ما تجيبها جاريه، تجيبها هي هذه. حكمت عليه بالاعدام والله يرضى عليه. ماشي الصراحه هذه الاولى عجين اللي حكمت عليه الله يرضى عليه، والله الا يسغب لي واخا ينكيني يسغب لي. فرشني يقول خيناكيني خيناكيني يا سغاولي. والو صبحت حيانة هلا هاد العام صبحت حيانة والله إلا صبحت حيانة أولادي. وكيف أنتم؟ نسلم عليكم بزاف بزاف المشاهدين ديالي الحبايب ديالي، ربي يخليكم وندعي معكم دعوية الخير في هذا العواشر مباركة تدخل علينا عليكم بالصحة والسلامة خارج الوطن داخل الوطن. ودابا الله يرضى عليه قلت له عاقي يجوا الخبزات معنا الضيف. مرحبا به معنا الضيف، معنا للا مريم تبارك الله. قول لي مريم قالها ومحمد ديالي يعجن العرسان اليوم. شوف العرسان اليوم العرسان جالسين ومحمد يعجن. قالك مني ولاد اليوم الله يرضى عليهم الوقت ديالهم، الله يسخر لهم الله يكمل عليهم بالخير. والوقت ديالهم الله يزين عليهم الوقت على طول الابد. قلت له يلا فريك يا بنت جي الخبز مزيانه. ودابا هو فيه الجهد على راسي غادي يديك الخبز اكثر من عند الكوافه. آه والله الا كنت نعجن شحال هذه في واحد الوقيته كنت كنعجن. هاي زيد الخبز ديالك حتى من حقاش. حقاش الحجر الصحي راني عجنت مزيان. خمر يده خمر يده وعطي البونيه خمر يده. ايه وي خمر يده قبل ما هاي دا يلا قطع الطحين قطع الطحين. ها وهاد الدنيا هذا حلو واحد الوقت باغي يحط رخ الصغر واحد الوقت باغي يحط رخ نعجن وعلى الوقت باغي يطبخ طيب ضروري ضروري. كان تيخ في القدرات ديالي ندلو بالدريه. لا ضروري الصراحه هي كتوحب جا الحب صعيب شي شويه ما خصهاش. ماشي غير صعيب صعيب بزاف ما خصهاش. خليوها الله يسمح لنا الجوع يعلم الجوع يعلم السقاطه والعريع يعلم الخياطه. وهذا الوقت كما كان بدا نمشي معاه عند اختي خصكشي ضروري بدا. والله الا شحال هذه كنت نعجن 15 16 درهم. هكا كيصور لي الخبز كل نهار. علي صاحبه علي علي صاحبه كيصور لي الخبز صراحه. لا لا يا الخمر لا حيت هو غادي يدلكا غادي يبقى يد ولكن كيبقى نص ساعه في العشاء. نص ساعه في الدليك نص ساعه باش كتجي كتجي زوين. من راح الحجين واعطي البونيه. اي هاك اعطي البونيه. شي واحد شوف شي واحد ما كتحملوش ياك عطيه الله يرضى عليك. والله لا فاجئوكم اولادي والليل وقت معاكم معانا وعندي واحد كراهكم وراح قلنا بالعروسه ديالنا راه جات راه ما طاش انا هيا لا غير فلان هيا. السلام عليكم السلام عليكم مشاهدين ديالي العزازين، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كلكم اشوف مشاهدين ديالنا ماشي ديالك اولا دابا صافي انت عروسه ديالك غير ديالك. عقاش مساكين كانوا كيسولوا فيا الله يسول فيكم الخير والرباح ان شاء الله. وسمحوا لي غبرتي عليكم لظروف صحيه هاجو المهم ماشي الخاطره والله الا بالنا معاكم الصراحه ولكن الحمد لله على كل حال احنا رجعنا ان شاء الله يا ربي. ايوا احنا معاكم ان شاء الله يا ربي. البارح تقصونا واحد العائله قالت لي في الكومنت قالت لي علاش ملي مشيتو ما بانش معكم غير الدنيا ياك بالدبستو راو عليا سبسمه وانا كنصدق صراحه كان عندي غير شي امتحان بقاو لي واحد الامتحان وكانت مريضه ومشيت للطبيب وصافي هادشي يعني واحد 40 حضر ديالنا علاش ما يدوزو يدوزو معايا وبعد خلي احسن دابا هو بنادم اللي ما كيشوفكش خلي احسن قافي الحال خليت البحث بحال جوعتنا ولكن هما ماشي شي وحدين براني حارضة ديالنا والله الا قالت لا قيدا قول له ودي حنا من نهار لا العروسات عرفنا باقيين في البلد هذا هذا شو انا مني ما جا عندنا وهما تشوف اللي جاو عندنا والله الا حنا جاو عندنا وجاو عندنا كيقولوا لي علاش ما جيتيش عندنا ديك النهار جينا عندهم حتى تيجي علينا من نهار شريتنا لقينا في البلد هذا هذا ومرحبا بهم قبلوا عليا بحضرهم يوجدوا واخا الا درت فيهم حتى لا بحال والدي. هذا اعترف هذا اعترف اعتراف مهم
واحد خالد درويش يقول لي خالد مسكين لا خذ راحتك يا خالد شغالي والله لا ما سمعتهاش دابا نقيلوا شويه السويده تما دمع حلقه وبنجمعوا ونطلب الله تجي الخبز مزيان على ما جات لي الوالده صافي راني ما نتعصب عليه عرفتي الوالده اللي ما جابتها لي شي هي هذيك الوالده الخبز عندها مهم يلا قلبه محمد قلبه ضربوني شويه جمع اللوجه هذا الحجيج من الداخل هايله يلا فوق جمع لو انتم راكم تغيدوا شي عيالات اللي يعرفوا العجين صافي هايلك يرضى عليك ماضي ودابا حنا كنجنيو الفول اصلا خصنا نجنوها كاملين هما جوج البنات باش غادي نحرثوا هاد البلاصه هادي وبنديروا فيها ندير لكم عاوتاني واحد الطريقه اخرى ديال الفول دابا ما نطيبوش كيف ما طيبناها من ديك النهار باش نحرثوا هاد البلاصه هادي باش نردوها عرصه ان شاء الله غادي نرجع غزاله عرصه فنه كتحمق ان شاء الله يا كويده ان شاء الله ياه نحرطو هادي دابا نقلب الخدام ونحرطو عليه بنقي فيها العرصه الفلفله ومطيشه ولادي دابا هذا الوقت العرس الحبايب ديالنا الله ينوركم الله يجعل في ربي يعطيكم ما تمنيتو في قلبكم راكم عزاز العنينة في القلب في القلب في القلب في القلب نتمنى ما يكونش معي ونجني ونطيكم ونطيب ونطيكم الله يجعل في ربي يلاقينا في الخير ولادي جميع اللهم امين يا رب العالمين زيد من هذا زيد على هذا اي نجنو بالتاوي باش هذيك وشات اللي كاين شي فيه مجعو طا خليها علم بالحل المرق باش ما يديها انا صحاب يلا باش نشوفوك هما هربتي الغداره اي النهار راني حادي غندير كلشي ان شاء الله الوالد واش عمرك تحشمت معايا يا الله يرضى عليك ديما نديرو داكشي انت وخالد باقي التحدي باش تقيولنا الغدار وتقيولنا العجينة راه جنيناهم وراه كنصيبوهم بحال هكا كيف ما كتشوفوا لان دابا لقيتها ديال الجلبانه ولقيتها ديال الفول خصنا نستغلوهم ياك الوالده وي ضروري هذا الوقت ديالهم الا قازت هذا السوي منها هذه وخربوا والو ما صافي صافي يبسوا دابا هذا الوقت ديالهم دابا غنصايبهم بواحد الطريقه مختلفه على ديك الطريقه اللي درنا داك النهار وباقي عاوتاني غنصايبهم بطريقه مختلفه على هاد جوج طرق اللي غادي نديرهم ان شاء الله وغادي تشوفهم بلاتي معنا فاش يطيبوا ياك لاله الغاليه ان شاء الله والجلبانه عاوتاني كذلك عند درجه الجلبانه كلشي طبيعي تبارك الله عمي عبد السلام هو اكثر واحد هيتشال كل التحيه لسي عبد السلام والعم عبد الكريم الحسني كذلك حتى هو والاخوان كاملين كلشي التحيه للجامع الوطن جامع المغرب خارج المغرب داخل المغرب نطيب التحيه وكنشكرهم بزاف وندعي معاهم كاملين ما كيقول باقا الدور تحيه للتوانسه الجزائريين المصريين كلشي كلشي انتما درنا الكويمله ديالنا لحقه وطريق الملاحه عجبك اه انا ديما كنعمل الملاحه درنا شويه العطريه غنزيدو شويه ديال العطريه شويه التحميره الوالده حنا ما كنديروش التحميره الوالده عجبات التحميره شي يجيو مزيانين شويه الحار الوالده كيعجبها شويه الحار احسن حاجه هي طياب في هذاك ماشي كيجي ديال الكويمله كتجي واعره ايوا هكاو على بركه الله كلشي على اللمسه ديالي هاي كلشي على اللمسه ديالي هاي يلا سير اسي خالد هاي من اللمسه ديالي سير على الله سير على بركه الله زيد 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 لا غير زيد غير باش تقلب هاكا زيد سي الرضا والحلوى مقربه هاكا سمع الناس زيد 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 فاطمه قالت لك ملي كتوحم كانت في السويقه وشافت شي الخضره ياكل الطاجين وتوحمت عليه قالت لك دابا درتها شوف سبحان الله العظيم انا ما عرفتش علاش كتبغي الحاجه ديال الناس ما عمرك كتبغي الحاجه ديالك سبحان الله حنا
دقيس هو أبلاش وانتم المشاهدين احنا كن قرصنا مريم بزاف د الخوز عيون هو يعرف مش تعرفون باش تعرفونا مزالين وحمد وحنا غير عجن خلانا لا لا الصراحه خصو يكمل على شغل ياك لعبه شي حاجه خصو يكمل دابا دخلنا عليكم انا محمد انت الشان اخر دخلنا ها انت اخي خالد شوف ها هم زادوا وحلوني في حاجه اخرى قال واحد شحشوم عليكم عملنا شويه جابي ما تخرج جاهم صعيب لا ما جانيش صعيب اخي قال لي جاني صعيب اخي وانتوا وحلكم هاد الخبزه تعملنا بزاف تبارك الله راه مازال من التحت خمسه طبقات هذه انا دابا ندير لنا ولا العافيه انتم تبارك الله شوف يا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله الوالده ولفتنا نحركوا عاب العود فرانسي هاتي باين صراحه كتبان ليد الشغل يجي هو هذاك فكترنا المرقه شويه ولا اني ندوقوا لا انتم ندوقوا 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 كي جات كاينه كاينه المعنى كاينه المعنى يا سلام كاينه المعنى يا سلام يخصهم يزيدوا يتقلاو شي شويه انتم الخبزه ديالنا كي جات تبارك الله غزاله انتم ما تقولوش زعما راه حنا ماشي بحال ما شاء الله غزاله حق حرقت له الخبز تعاوننا عليها انا ومريم حميناها نعطيها الصحه شوف شوف تبارك الله شوف والله الا لك لينا الخبزه كامله غير دابا مشات بلا قلت لك علاش حقا جات زوينه رطيت غزاله الله يلاه يعطيك الصحه اخي محمد الله يحفظكم انتم تبارك الله شوفوا الفلكي جاو ما شاء الله تبارك الله زوينين فنين كيحمقوا الداد ما شهيتكم فيهم ايوا بالصحه والراحه وبالسلام عليكم.